بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة لأجمعين، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. المجلس 88، فصل في أحكام الأضحية أو الأضحية، والتشديد أعلى يعني أكثر فصاحة، الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، يعني نقول الأضحية، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر. أما يقول النعم يبقى إيه؟ يا إما إبل يا بقر يا غنم، والغنم يدخل مع الضأن. أما يقول النعم يبقى يشمل الأنواع دي بس، يعني ما ينفعش أجيب غزالة وأذبحها أضحية، فهمت؟ ولا أجيب ظبية أصطادها وأذبحها أضحية، والأضحية تبقى من النعم. وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر، وعشان كده بيسموه ساعات عيد ايه؟ الضحية او عيد النحر، لانها بينحر. وكذلك تذبح ايام التشريق تقربا الى الله، يبقى بتذبح اما يوم النحر ويستمر جواز الذبح طول ايام العيد حتى غروب شمس اخر يوم من ايام العيد، اللي هي رابع يوم من العيد او ثالث يوم من ايام التشريق. الإمام الشافعي نص قال إيه؟ الأضحية واجبة ولا أحب تركها، الأضحية سنة مؤكدة ولا أحب تركها، سنة مؤكدة ولا يحب تركها. أما الإمام أبو حنيفة فعنده واجبة للقادر، يأثم لو لم يفعل. والحج برضو؟ حج إيه؟ يعني اللي بيحج يبقى عليه أضحية مؤمن؟ لو كان قادر، لو ينيب، هو يجوز فيها الإنابة طالما قادر. ما هو امتى تسن؟ سنة مؤكدة على القادر عليها وعنده قوت يومه ومن يمونه فترة العيد، عنده زيادة عن كده يبقى وجب، يعني وجب عليه الأضحية عند الأحناف، ويتأكد في حقه الأضحية عند الجمهور. لكن في حق النبي واجبة، الأضحية في حق النبي واجبة صلى الله عليه وسلم، وطبعا المخاطب بها هو المسلم البالغ العاقل القادر عليه، المسلم البالغ العاقل القادر عليه. ويشترط فيها الذكورة، بل يجوز المرأة لو قادرة عليها وتنفق على نفسها تضحي، فلا يشترط فيها الذكورة. والأضحية سنة مؤكدة، هو قالها لك هو حكمها عند الشافعية سنة مؤكدة، وكذا عند المالكية وعند الحنابلة، وفي قول عند الحنابلة زي الايه الاحناف انها واجبة، سنة مؤكدة على الكفاية. على الكفاية ليه بقى؟ يعني لو اتى بها واحد من اهل البيت سقطت عن اهل البيت كله، يعني انا مثلا ساكن في عمارة ومسكن فيها اولادي كلهم مش حد غريب، وجبت انا الاضحية سقطت عن كل اللي في البيت، اذا قام بها واحد في البيت سقطت عن ايه؟ كل اللي في البيت، طالما احنا كلنا ساكنين في مكان واحد، فهمت؟ لكن لو تفرقوا في البلاد يبقى كل واحد في حقه ايه الاضحيه خاصه به.
عشان كده قلنا سنة على الكفاية. إذا قام بها رب الأسرة سقطت عن الزوجة ولو كانت قادرة، وكذلك عن الأولاد ولو كانوا قادرين، فهي سنة على الكفاية. فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم. إمتى تجب الأضحية؟ ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. متى تجب الأضحية؟ في مذهب الشافعية ومن قال بسنيتها ووافقهم إذا نذرها. قال لله علي أن أذبح أضحية في هذا العام، قال كده. ولا يقع النذر إلا بالتلفظ، قال لله علي أن أذبح أضحية هذا العام، لو قال كده بقت نذر. هنا تبقى واجب عليه، لأن النذر يجب الوفاء به. النذر اللي فيه نذر خير يعني عمل طاعة يجب الوفاء به. ويجزئ فيها. ايه اللي يجزئ في الأضحية بقى؟ انا عايز اضحي، يجزئ ايه؟ ما ينفعش اجيب فرخة ولا اروح اجيب بطة ولا وزة، مش كده؟ ولا اروح اجيب نعامة، كل ده بيتذبح ويتاكل، ويمكن نعامة غالية كمان. لا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن، جزع من الضأن أو سنية معز أو سنية بقر أو سنية إبل. يعني إيه جزع؟ إحنا نقول جدع، فلان ده جزع، جدع يعني قوي، فلان جدع يعني قوي. أصل الجزع إيه؟ هو الخروف إذا تم سنة وماشي في التانية، يبقى ساعتها الخروف بقى قوي، فإحنا خدناها بقينا نوصف بيها البني آدم القوي، نقول له ده فلان ده جدع يعني خروف قوي. أصلها في اللغة يوصف بها الخروف مش يوصف بها الإنسان، فهمت إزاي؟ لكن إحنا إيه توسعا، زي ما بنقول فلان أسد، لما نلاقي واحد مثلا شجاع قوي نقول فلان أسد، يعني هو حيوان؟ لا مش حيوان، بس في الشجاعة. أو نقول فلان ده إيه كالكلب في الوفاء، يعني إحنا بنشتمه؟ لا، ده إحنا بندي له مثال بس. يبقى جزع الضأن يعني ايه؟ يعني لو هجيب انا من جنس الضأن من جنس الخراف لازم اروح اراعي السن، يبقى يكون عدى سنة وماشي في التانية، فهمت؟ يعني خرج من كي جي وان، فهمت؟ ليه بقى؟ ليه الشارع حدد الاسنان دي؟ لان لو ما حددش السن هندبح الخراف صغيرة وندبح المعيز صغيرة وندبح الجمال صغيرة وندبح، يوم ما يحصلش توالد وتكاثر، يوم يجي بعد 100 200 سنة 300 سنة ينقرض مفيش ولادة. لكن الشرع عنده حكمة، يقول لك اما يبقى الخروف عدى السنة معناه 10 معزة، بحيث انه هيسيب غيره يتولد، تدي له فرصة يتجوز حتى يدخل دنيا، عشان اما يتجوز ويدخل دنيا هيجيب غيره، تقوم تتوالد الاجيال، ما يحصلش ايه؟ لان تصور انت احنا بقينا مسلمين 1400 سنة، لو بنذبح كل سنة والمسلمين عددهم بقى ايه بالملايين المملينة، لو بنذبح كل سنة ومش متحددين سن ممكن يحصل ايه؟ انقراض. نيجي ندور على الخروف ما نلاقيش خلفان، يقول لك ده كان هنا كان من 100 سنة في حاجة اسمها خروف وانتهى. لكن ليه ربنا حفظ لنا جنسها؟ عشان راعى الاسنان. الجمل يقدر يبقى عريس ويتجوز امتى؟ اما يكمل 5 سنين ويمشي في الستة. يبقى لو انا حبح جمل استنى اما يبقى عنده 5 سنين ويمشي في الستة، عشان يبقى دخل دنيا، فهمت؟ بلغتنا يعني بلغة المصريين دخل دنيا يعني اتجوز، يعني 10 أنثى عشان يجيب غيره، بحيث ان انا بذبحه هيجي لي غيره، فهمت بقى؟ البقر نفس الحكاية، البقرة لما العجل يكمل ايه 2 سنة ويمشي في الثالثة يبقى قادر على انه ايه 10 أنثى، يوم يجيب غيره ساعتها اذبحه. اقل من كده يبقى انا بذبحه قبل ما يجيب غيره، يبقى انا ايه بنقص الثروة الحيوانية مش بزودها. عشان كده الشارع له حكمة في تحديد الاسنان، له حكمة في تحديد السن. ليه بقى؟ لان المشكلة دلوقتي ان تجار المواشي اللي بيربوا مواشي يقول لك ان العجل لما بتربيه وتعلفه وتخليه يكمل 2 سنة ويخش في الثالثة بيخس كتير، ده انت عشان تذبحه ويبقى مليان لحم يبقى 1.5 سنة، ده خبراء ايه التغذية، لو 1.5 سنة ده يجيب لك لحم كتير ويبقى حلو. درجة ان دار الافتاء المصرية اجازت ذبح العجل اللي عمره 1.5 سنة إذا كان في المعلوف،
اذا كان ايه في المعلوف مش في المراعي. المراعي بيبقى ماشي مع الستات مع الاناث، ادي له فرصه اما يكبر عشان يدخل دنيا ويعشر غيره عشان يكتروا، لكن المعلوف ده هو بيعلفه عشان اللحم. فاذا كانت المساله النظر للحم بس فممكن لا يراعى السن ويراعى ايه الحجم. لو كانت المساله ده الكلام ده في المعلوف، المعلوف المحبوس، عشان كده تلاقي في مصر بيربوها معلوفه ومحبوسه، لكن في بلاد تانية بيرعوا، بيرعوا في الكلأ المباح ما بيعلفوش. البلاد دي لازم يرعوا فيها السن، ليه بقى؟ علشان يدي له فرصة يعشر أنثى يقوم يجيب غيره، عشان ما تخلص الايه القطيع اللي عندي، وإلا القطيع اللي عندي هيخلص. وساعتها بقى مش مهم راعي السمن، أهم راعي إن هيجي غيره. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى اذا نظرنا للحم ممكن نطاوع الايه الخبراء في تربيه المواشي المعلوفه، وان كانوا غير معلوفه يعني سائمه يعني بترعى في الكلأ المباح، يبقى ساعتها اراعي السن مراعاه حتى لا يندثر وينقرض الحيوان جنس الحيوان. فدي نقط مهمه للفقيه، لو في بلد عندهم مراعي يقول لهم راعوا السن، لو في بلد بيعلفه يقول له مش مهم راعي اللحمة. افرد الخروف عنده 8 شهور ما كملش سنة لكنه بقى خروف ما شاء الله سمين كده، وهو أصلا بيربيه للحمة مش بيربيه علشان إيه يعشر الإناث، يجوز إنك أنت تستعمل أضحية. فهمت بقى المسألة؟ لكن لو في حتة إحنا مراعي مفتوحة ساعتها ما ينفعش الخروف أبو 8 شهور ده حتى لو تخين، استنى شويه لما يدخل دنيا. فهمت ازاي؟ عشان يعشر غيره والا القطيع هينقرض. القطيع ايه؟ هينقرض. الكلام اللي بقوله لك ده ما حدش نص عليه من الفقهاء على فكره الا الدكتور يسري. دي تفاصيل لما تقراها في اي حته تانية كل واحد بيتكلم من وجهه نظر واحده، لكن انت لازم تبقى حتى دار الافتاء المصريه لما افتت بجواز ذبح العجل اللي هو ايه سنه ونص طالما وصل لاقصى وزن ممكن للحم، ما نصتش على الفرق بين العجل المعلوف وبين الايه السائم. لا خد بالك دي بقى التفريقات اليسريه مهمه جدا. ليه بقى؟ لان دار الافتاء دي في مصر، ومصر ما عندناش ايه رعي، عندنا علف، وبالتالي دار الافتاء افتت بفتوى تفيد اهل مصر، لكن ما تنفعش تبقى فتوى عالميه، ما تنفعش تبقى ايه، لان انت ممكن تروح ليبيا تلاقي ما عندهمش علف ده بيطلعوا كده، تروح الجزائر، تروح المغرب، تروح بعض بلاد افريقيا، واخد بالك؟ يمكن عندكم في اندونيسيا كمان في راعي، في اندونيسيا عندكم راعي، في اندونيسيا مثلا عندهم راعي، والسودان عندهم راعي. يبقى الفتوى دي ما تنفعش عند البلاد دي، واضح؟ يجزئ فيها الجزع من الضأن. الضأن بقى الذكر فيه نسميه خروف والانثى فيه نسموها ايه؟ عنزه، ها، او نعجه، نسميها نعجة. يبقى مرات الخروف اسمها ايه؟ نعجة. طيب والشاه جوزها اسمه ايه؟ جدي. يبقى الجدي مراته معزة، مش كده برضه؟ والخروف مراته نعجة. الخروف والنعجة الاتنين نسميهم ضأن، حتى احنا نقول لحم ضاني، مش كده برضه؟ ما احنا بنكلم بقى ناس ايه اصلهم اجانب، ازاي انتوا اجانب بقى؟ والله في شباب صغير طالع وفي مصر وهيتربي في مصر، تيجي تقول له ايه الفرق بين الضأن والفرق بين المعز وايه ذكر الضأن اسمه ايه وذكر، يمكن ما يعرفش وهو متربي في مصر. عشان كده احنا بقينا ايه نكلم الناس كاننا في الكتاب، نعمل ايه بقى؟ اذا كان مره دكتور عندنا امتياز، واحد دكتور بيقول للواحد زميله انت ماشي زي القفه، بيقول لي يعني ايه قفه؟ طلع ما اعرفش يعني ايه اوف، ودكتور متخرج كبير يعني عنده 26 سنه ومصري ما يعرفش يعني ايه اوف، متربي طول عمره في مدارس اجنبيه ودخل كليه الطب وعايش بقى في نادي الصيد ونادي الجزيره وبتاع، ما شافش اوف فعلا يقول لك يعني ايه اوف. فهتقابل ناس عجيبه، هتقابل ناس عجيبه يا سيدي. يبقى عندنا والاضحيه سنه مؤكده عرفناها، ويجزئ فيها الجزع من الضأن. يبقى عرفنا الضأن ايه؟
اما خروف او نعجه، لان مش مشترط فيها ان يبقى ذكوره او انوثه. الاضحيه مشترط فيها تبقى ذكر او انثى. فهمت بقى ازاي؟ ويجزئ فيها الجزع من الضأن، نفك الضأن تبقى ايه؟ خروف ونعجه. وهو ما له سنه وطعن في الثانيه، عنده سنه وايه؟ وماشي في الثانيه. هيجي الصبر جميل. والثني من المعز، لان الرسول قال ايه؟ ثنية معز، يعني سنتين وماشي في الثالثة. النبي قال كده في الحديث البخاري، ثنية معز وجزع الضأن. النبي قال كده بنفس اللفظ النبوي الشريف، جزع الضأن. عرفنا جزع الضأن سنة وماشي في الثانية. الجماعة التجار يقول لك ايه؟ كاسر سنة. فهمت ازاي؟ وخد بالك غشاشين البياعين اللي في مصر. ليه بقى؟ انا مره من سنين حوالي 20 سنه رايح اشتري من سوق بتاع المعيز والغنم، فبقول للراجل انا عايز خروف سنه، قال لي هو ده، واخد بالك؟ فبصيت لقيت واحد تاني، فانا قلت له لا ده فاي عايز ده. فجاي واحد تاني بعديه قال له انا عايز خروف ما يكونش كمل سنه، قال له هو ده. الله، ما انت لسه ايه اللي كمل سنه. لما جاء واحد قال له لا هو ده، يعني هو ده في جميع الاسنان، هو عايز يبيعه خلاص. فتاخد بالك ان هم في ساعات بعض التجار غشاشين، تيجي تقول له السنه فلازم انت تبقى عندك شويه خبره. فانا اضطريت ان اتعلم الخبره، افتح بقه واشوف سنان. فهمت ازاي؟ تقوم تعرف هو عمل هو. فالسنان بتبان، سنان الخروف تبان انه لما يجيب سنه معينه تبقى ليه عنده ايه؟ طلع له إيه؟ اسنان. فدي نقطة مهمة، انك انت لو عايش في مصر مع التجار الغشاشين لازم يبقى عندك خبرة، او تاخد معاك واحد وانت رايح السوق يفهم في تسنين ايه الحيوانات دي. لكن الحمد لله احنا في مصر ما عندناش الا معلوف، وبالتالي هات حاجة تخينة وخلاص، هات حاجة تخينة ومش مهم، المهم يبقى وزن تقيل، واخد بالك؟ بقدر النظر عن ايه اي حاجة. يبقى ويجزئ فيها الجزع من الضأن وهو ما له سنة وطعن في الثانية. والثني من المعز، المعز اللي هو ايه؟ الذكر اسمه جدي والانثى اسمها ايه؟ معزة، احنا نقول عليها معزة. وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة. طب والثني من الابل بقى؟ الثنية من الابل يبقى 5 سنين وماشي في ايه؟ في السادسة. الابل اللي هي الجمال، الابل الذكر فيه نسميه جمل والانثى نسميها ايه؟ ناقه. صح؟ سهله. والثني من الابل ما له 5 سنين وطعن في السادسه. والثني من البقر، عندنا البقر في بقر وفي جاموس، الاثنين ماشي، الاثنين ماشيين. والثني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثه. وتجزئ البدنة. طب افرض انا حدبح جمل بقى عنده 5 سنين وماشي في السادسة، ممكن يبقى عن واحد وممكن يبقى عن 7، يعني ممكن يبقى عن واحد لو واحد غني بقى وعايز ما شاء الله يأكل الفقراء وهو يتحمل الجمل لوحده، ينفع مفيش مانع. لكن هو الجمل تفكه يطلع 7 خرفان او 7 جديان، يعني ينفع عن 7 بيوت، بس بشرط الجمل اللي ينفع عن 7 بيوت يبقى ايه؟ 5 سنين وماشي في السادسة. مش تجيب لي جمل صغير كده ولسه ما رخلش الجيش، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ لازم يبقى جمل جمل. فهمت ازاي؟ يعني حاجة كبيرة كده كويس. وتجزئ البدنة عن 7 اشتركوا في التضحية بها، 7 بيوت يعني او 7 افراد. وتجزئ برضو البقرة اللي هي عمدها 2 وماشية في الثالث عن 7 برضو، بقرة والجاموسة عن 7 كذلك. وتجزئ الشاة عن شخص أو بيت، الشاة اللي هي ثنية معز، عن شخص واحد، وهي أفضل من مشاركتي في بعير. طب أنا الأفضل إن أنا أدخل 7 بقرة أو 7 جمل ولا أجيب لي خروف لوحدي؟ قال لك الخروف لوحدك عند الشافعية أفضل. ليه؟ لان انت فيها ازهاق روح لله، انما انت هناك ازهقت 7 روح. فهمت؟ لو نظرنا لعدد الايه الارواح المزهقه لله فيبقى 7 شيات تسبق بقره من حيث ايه عدد الارواح، لكن لو نظرنا للحم
وحال الفقير يمكن الصبع يبقى احسن. فهمت؟ يبقى احنا نفهم منين ان الشافعيه بيقول لك ان الشاء افضل من صبع بقر او صبع جمل اذا لم يكن هناك فقراء كثيرين. واضح؟ يعني انت ساكن في الزمالك مثلا ولا في حي غني ولا في القاهره الجديده وفي التجمع حيث الوزراء وكبراء الدوله. فهمت ازاي؟ فانت هنا لما تجيب خروف احسن. ليه؟ لان انت ما عندكش فقراء كتير، يا دوب 3 4 بوابين حواليك هتوزع عليهم الخروف، كل واحد ياخد له بتاعه وانتهت الحكايه، وانت اصلا شبعان لحمه طول النهار مش هتاكل. لكن لما تبقى في حي فقير في شبرا، في بولاق، ابو العله، في دار السلام، في حتت بقى غلابه، ولا في قرى الصعيد، فهمت ازاي؟ الناس غلابه يمكن ما بياكلش اللحمه الا كل يمكن شهر مره ويمكن كمان كل عيد. يبقى هنا بقى في الاحياء الفقيره نراعي الوزن ونراعي ان سبع البقره يدي لحمه اكتر من خروف. يبقى حسب الحي اللي انا فيه. كثره الفقراء يبقى ايه؟ يبقى سبع البقره احسن وسبع الجمل احسن لانه هيديني لحم اكتر. قل الفقراء وانا في حي من الاغنياء يبقى الخروف لوحده احسن او الايه الجدي لوحده احسن. عشان كده لازم الفقيه يكون مخه متسع ويغير افضليته حسب الواقع اللي هو عايش فيه، مش يمشي على افضليه واحده. لا، يعني ايام سيدنا عيسى بن مريم لما هينزل اخر الزمان هيكثر الخير لدرجه تدور على فقير ما تلاقيش، لدرجه الغني يطلع بزكاه ماله يمر على الواحد من دول يتحايل عليه خد، يقول له لا متشكر جزاك الله، يا عم هوديها فين؟ هرجع بيها تاني؟ يقول له بس انا مش عايز. يبقى ماشي محتار الغني مسكين مش عارف يودي. ده في ايام من لما ينزل سيدنا عيسى. يبقى ايام سيدنا عيسى لما ينزل يبقى ايه؟ يبقى الخروف احسن من سبع بقر، ما هو كله شبعان بقى. فهمت؟ لكن طول ما احنا هنا تحت ايه؟ حكم الحكام اللي هم غير سيدنا عيسى، في اي بلد حكام غير سيدنا عيسى هيبقى في بعض المظالم، طبيعه الحياه كده. يبقى خليك بقى في سبع بقر احسن لحد ما ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ان شاء الله. وتجزئ الشاة عن شخص واحد وهي افضل من مشاركته في بعير، وافضل انواع الاضحيه ايه بالترتيب بقى عند الشافعيه؟ الافضل من حيث الكثره اللحم لا من حيث الافضليه في الطعم. يحط لك الابل فالبقر فالايه فالغنم، كويس. لكن عند اهل مصر، انا مره ذبحت جمل هنا قلت علشان يعني ايه يبقى في يوم من الايام نفسي اذبح جمل، فجبت جمل هنا. بقينا نوزع على الفقراء مش عاجبهم، يقول لك لحم جمل. يبقى المصريين ما بيحبوش اللحم الجملي، يحبوا اكتر البقري، اللحم البقري العجول، ويحبوا ايه الجمال الضاني. يبقى احنا في مصر مش هنقول الافضليه زي ما قال الامام الشافعي. ليه؟ لان الناس في مصر تفضل اللحم البقري والجاموسي والضاني اكتر من ايه؟ من الجمال. لكن يمكن تروح بلد تانية تلاقيهم بيفضلوا اللحم الجملي احسن. اما تروح للسلوم مثلا وناحيه ليبيا، واما تروح مثلا في سيناء وناحيه جزيره العرب تلاقيهم يحبوا الجمال اكتر، ويقول لك ده لحمها شفا ولبنها شفا ومش عارف ايه شفا والكلام ده كله، فيحبوا الجمال. يبقى برضو الافضليه تختلف باختلاف ايه حال كل بلد، فدي نقطه برضو مهمه. لكن عموما مذهب الشافعي قال لك الافضل الابل ثم بقر ثم غنم. خد بالك ان هذه الافضليات كلها اختيارات فقيه وليس الزام من الشارع، اختيارات فقيه وليست الزام من الشارع. واربع لا تجزئ في الضحايا. يعني ايه بقى شروط الاضحيه؟ ايه هي؟ عرفنا شروطها في السن، عايزين شروطها في الوصف. فهمت؟ لازم اتجنب وانا رايح السوق اشتري الاضحيه بتاعتي اربع اوصاف ما اشتريهمش. فهمت ازاي في الاضحيه؟ والا دي ما تنفعش اضحيه. بعد ما راعي السن ما جيبش العوره ولا العمية ولا التولاء. التولاء يعني ايه؟ ساعات انت ايه تقول للبت الصغيرة يا متولة، يعني ايه التولاء؟ التولاء دي عبارة عن المعزة اللعبية وقت الاكل. وقت الاكل تقعد تلعب ده وتنغش دي وتنغش دي وبقية المعيزة قاعدين ياكلوا، وبعدين بعد كده يجي الاكل يخلص تقول تلف تفتر نفسها
تدور على الاكل ما تلاقيش اكل، تفضل ضعيف. يبقى اسمها متوله، يعني ايه؟ يعني مش عارفه مصلحتها. يبقى المتول يعني مش عارف مصلحه. تقعد تلعب وقت الراعي، وتقعد وقت ما ايه يحبسهم عشان ينيمهم. طب ما انت كنت طول النهار، بس طول النهار قاعده بتلعب، يبقى اسمها تولاء. فتلاقيها تملي، تشوف المعزه التولاء دي ايه ضعيفه وهزيله، ما تشتريهاش دي، ما تنفعش وضحيه، واخد بالك؟ ولا العرجاء برضو. ليه العرجاء؟ لان لما يجي صاحب المعيز يطلع يرعى او يحط لهم الاكل، كل المعيز السليمه تجري تاكل الاكل، والعرجة على ما توصل يكون الاكل خلص، هتكون ضعيفه. يعني كل العيوب المنهي عنها بتؤدي الى قله اللحم. والعامية برضو مش شايفه الاكل تاكل، العمياء والعوراء، العوراء بتاكل على جهه واحده، تشوف من ناحيه مش شايفه الناحيه الثانيه، فيبقى الرعي كتير هنا حلو وهنا قليل، تقوم تمشي في الحته القليله يعني هي اللي شايفاها، فبرضه يقول في الاخر الى قله اللحم. يبقى اي عيب يؤدي الى قله اللحم يبقى ممنوع تشتري. او اصيبت بعاهه، العاهه دي ادت الى قطع جزء منها، زي مقطوعه الاذن برضه ما تنفعش، لان دي الاذن بتتاكل، فانت عايز تقدم اضحيه كامله. او مقطوعه اللية ما ينفعش اقدمها، لكن مخلوقه من غير لية زي الغنم ما يفكرهاش حاجه لانه مش مقطوع، لكن لو مقطوعه اللية واللية جزء مهم بيتاكل او يستعمل شحمه او شيء من هذا، يبقى برضه ما تنفعش. كل ده ليه بقى؟ علشان ما تتعمدش انك تحفظ صفات. لما تحفظ صفات كتيره وحاجه تنساها تقوم تتلخبط، لكن لما تفهم اي صفه تؤدي الى قله اللحم، قال لك برضو ايه مكسوره القرن. مكسور القرن لو هو القرن بتاعه مكسور كامل، يبقى ماشي مذلول في وسط الايه، في وسط الغنم اللي ليه قرن كتير، يخاف يزحمهم عشان ما يعوروش بقرونهم، يقوم ياكل متاخر، يقوم ياكل قليل برضو. فعلشان كده اللي قرنه مكسور ما تاخدوش. ليه؟ عشان هياكل قليل، او هيبقى طول النهار مش عارف يدافع عن نفسه، يقوم يبقى هفيه في وسط الغنم وهفيه بقى في وسط الخرفان. لكن لو مخلوق بغير قرن كامل، هو خلقته كده خلاص مش مشكله. نيجي نقرا بقى السفر. يسموه كبش الليار. احدها العوراء، البين يعني الظاهر عورها، وان بقيت الحدقه في الاصح. طب والثاني العرجاء، البين عرجها، ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها. والثالث المريض، البين مرضها، ولا يضر يسير هذه الأمور. والرابع العجفاء، وهي التي ذهب مخها، أي ذهب دهن دماغها من الهزال الحاصل لها. خد بالك بقى، ويجزئ الخصي اللي انت كنت بتسأل عنه. ليه؟ لأن إخصاء الذكر مقطوع الخصيتين بيؤدي ان هو ايه ينهمك في الاكل فيكتر لحم فيجزئ، بالرغم من الخصيتين مأكولة، لكن ايه يجزئ الخصي عشان هتتعوض لحمه. ويجزئ الخصي اي المقطوع الخصيتين والمكسور القرن ان لم يؤثر في اللحم. ويجزئ ايضا فاقد القرون، وهو المسمى بالجلحاء، يعني مولود كده خلقة، فاقد القرون خلقة. ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها، ولا المخلوقة بلا أذن، ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه، الذنب اللي هو اللية. طب وقت الذبح إمتى؟ ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد، أي عيد النحر. وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، اللي هي صلاة العيد. يعني الوقت يدخل امتى للتضحية؟ بعد صلاة العيد. صلاة العيد امتى؟ هتبقى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، اللي هي وقت حل صلاة النافلة بعد صلاة الصبح، هي دي صلاة العيد. طب افرض احنا عايشين في بلد ما بيصلوش فيها العيد، عشان بلد مثلا في الصحراء، كويس؟ نعمل ايه؟ يبقى بعد طلوع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين، يعني قول طلوع الشمس ونستنى تلت ساعة ويذبح تقديرا كده.
ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. يبقى مش شرط تذبح أول يوم، ممكن تذبح تاني يوم تالت يوم، المهم إيه قبل غروب شمس آخر يوم تذبح، عشان كمان إيه ما نتعبش الجزارين، لأن الجزار أول يوم محجوز بقى ويتعبك، لكن أنت لو صبرت عليه تالت يوم هيجي إيه يذبح لك بالراحة ويقطع لك ويوضب لك وينبسط، فهمت؟ يبقى مش شرط إن كلنا نتزاحم ونذبح أول يوم. والمصلحة الفقير برضو تعدد الأيام، عشان الفقير يأكل أول يوم ويأكل تاني يوم ويأكل تالت يوم، خصوصا الفقير يمكن ما عندوش تلاجة يحافظ على لحم عنده. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، لما يجي يذبح بقى يستحب إيه؟ أحدها التسمية. التسمية عند الشافعية مستحبة وليست واجبة. التسمية فيقول الذبحي بسم الله، والأكمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الزركشي قال إيه مفيش داعي يقول الرحمن الرحيم لأنه ده ذبح والحكاية فيها قسوة يعني، لكن ما وافقوش بقية الأئمة، قالوا دي حتة زركشية كده منه، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عادي والأكمل كده. يبقى الحتة الزركشية دي ما وافقوش عليه، واضح؟ الأفضل كمان يكمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الإمام الزركشي قال إيه يستحب ألا يقول الرحمن الرحيم. الإمام الشافعي نفسه يقول فإن زاد فالأكمل أفضل، يعني قال إيه يقول بسم الله، فإن زاد فالأكمل أفضل، والأكمل في التسمية بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أول حاجة يستحب عند الذبح خمسة أشياء، أحدها التسمية فيقول الذبح بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسمي حل المذبوح طالما الذبح مين مسلم أو كتاب. والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هقول ايه بسم الله الله اكبر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكبر ثلاث تكبيرات ويقول تكبيرات العيد وهو شغال، ويقول اللهم منك واليك، اللهم اقبل اضحية آل فلان، ويذكر نفسه. والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله، يكره أن يقول إيه بسم الله ومحمد، يكره الحكاية دي، لكن إيه أما يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي حلوة جميلة. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا. والرابع التكبير أي قبل التسمية وبعدها كما قال الموردي. والخامس الدعاء بالقبول، فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل، أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبلها مني، أو بأي لفظ يدعو فيه بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، لو كانت الأضحية دي نذر يبقى الناذر ما يأكلش منها ولا فتفوت ولا المرأة طالما منذورة، فهمت؟ يطلعها كلها لله. طب افرض ما كانش يعرف وكل منها، يضمن ما أكله، يعني كل منها كيلو يروح يشتري كيلو يتصدق بيه، خد منها 2 كيلو يروح يجيب 2 كيلو يتصدق بيه، يضمن ما أكله منه، واضح؟ ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانها. أنا جايب أضحية منذورة ومربيها عندي عشان وقت العيد أذبحها، الأضحية ماتت قبل يوم العيد أو يوم العيد الصبح قبل ما أذبحها، أضمن أجيب غيرها لأن أنا نذرها. لكن أنا جايب إيه أضحية تطوع مش منذورة، ماتت قبل ما أضحي، مش واجب إن أنا أجيب غيرها، فهمت بقى؟ يبقى الأضحية المنذورة مضمونة، فلو تلفت قبل ذبحها وجب إيه شراء غيرها. حتى لو كان قادر؟ يعني إيه؟ يعني لو ماتت وقادر يجيب غيرها؟ لو قادر يستحب، ما هي أصلا يستحب، هي أصلا حكم الأضحية يستحب، ماتت حبش يجيب غيرها خلاص دي يستحب، حب يجيب غيرها وهو غني يستحب، فهي حكمها يستحب، لا تجب فيها شيء إلا لو أوجبها على نفسه، واخد بالك؟ بس هي دي المسألة. ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ويأكل من الأضحية المتطوع بها،
يعني الأضحية المتطوع بيها اللي احنا متعودين نقسمها تلات بقى، تلت لأهل البيت وتلت هدايا وتلت صدقات. دي الأضحية اللي هي المتطوع بيها مش المنذورة. ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد تلتها، وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمه. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. ولو كلها كلها خد ثواب الأضحية وما خدش ثواب الصدقة. والأفضل أن يتصدق بها كلها ما عدا لقيمات، ده الأفضل كما كان يفعل النبي، يعني بحيث يأكل منها وجبة واحدة مش يشيلها في الديب فريزر زي ما بيعملوا بتوع اليومين دول، ويقعد يسحب فيها بقى شهر قدام. يبقى ايه الأضحية؟ الأفضل والسنة أعلى حاجة إنه يأكل منها وجبة واحدة هو وعياله، ويتصدق بالباقي كله. كويس، ده الأفضل. طيب عايز أكل أكتر شوية تلت، طب هياكلها كلها، خد ثواب الأضحية لكن ما خدش ثواب الصدقة. طب تصدق بتلتها بس وكل تلتنا، خد ثواب تلتها صدقة وخد ثواب الأضحية، بقدر ما تصدق خد ثواب الصدقة. أيوة، ما كلوا وأطعموا وادخروا. ادخروا دي لما كان ما فيش فيه فقراء ولا ضيوف، انما النبي في لما كان في ضيوف وفقراء قال ايه؟ لا تدخروا، نهى عن الادخار في الاول فوق ثلاث، قال لا تدخروا فوق 3 ايام. يبقى النهي عن الادخار لوجود الفقراء، وجواز الادخار اذا قل الفقراء. ولا يبيع أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعلوه أجرة للجزار، يعني ما يدلوش الفروة ويخصمها من أجرته. عايز يديله الفروة هدية كده ويديله أجرته خير، لأنه الجزار ما هو برضه من المساكين، ممكن يديله الفروة بس ما يخصمهاش من أجرته. ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. طيب، ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين، ده على سبيل الحتم التأكيد يعني. والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها، فإنه يسن له ذلك. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. هناخد فصل في احكام العقيقه لانها مرتبطه، نفس الشروط هي شروط الاضحيه ونفس التقسيم هي تقسيم الاضحيه، فهناخدها بسرعه. فصل في احكام العقيقه، وهي لغه اسم للشعر على راس المولود. العقيقه اللي بيذبح علشان المولود بيسموها عقيقه، لكن اسم كلمه عقيقه دي جايه منين اصلا؟ الشعر اللي بيتولد بيه المولود يسموه عقيقه، الشعر اللي بيتولد بيه المولود يسموه العقيقه. اسم للشعر على رأس المولود. وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله والعقيقة على المولود مستحبة، يبقى حكم العقيقة ايه؟ مستحبة مش واجبة، برضو على القادر، يعني حكمها زي حكم الأضحية. طيب انا اتولد لي عيل مع العيد الأضحى، وانا ما اقدرش اجيب الا ايه؟ ذبيحة واحدة، اعملها عقيقة ولا اعملها أضحية؟ ولا ينفع اجمع الاثنين في نية واحدة؟ فهمت؟ قالوا ما ينفعش تجمع الاثنين في نيه واحده، لان دي عباده منفصله عن العباده، يعني هتخليها اضحيه هتخليها حقيقه، ما ينفعش تخليها الاثنين في ايه. طيب ايهما يقدم؟ انا مش هقدر اجيب اثنين، امكانياتي اقدر اجيب خروف، ما اقدرش اجيب بقى ايه خروفين. طب اقدم العقيقه ولا الاضحيه؟ قال لك قدم الاضحيه للاختلاف في وجوبها. تقدم الأضحية ليه؟ للاختلاف في وجوبها، لأن أبو حنيفة قال لك دي وجبة، لكن ما حدش قال إن العقيقة وجبة. يبقى العقيقة الأضحية ثوابها أعلى من العقيقة. فلو أنا هخير بين أحدهما أختار اللي ثوابه أعلى، يبقى أختار الأضحية. ثانيًا، الأضحية وقتها مضيق،
لكن العقيقة واسع فأي وقت أعملها. يبقى أقدم الأضحية على العقيقة لو لم أستطع أن أجمعهما للخلاف في وجوبها ولضيق وقتها. واضح؟ دي نقط مهمة عشان الفقيه يبقى يفهم إزاي يميز. ولا يجوز جمع النيتين في ذبيحة واحدة إلا لو كانت الذبيحة دي تنفع تسبيعها، يعني كانت بقرة أو جمل، فممكن أجعل سبعه عقيقة وسبعه أضحية وسبعه أحطه في الديب فريزر أخزنه للأكل وسبعه أبيعه للجزار وسبع، يعني ممكن تتعدد النوايا على كل سبع. فهمت بقى إزاي؟ والنذر مع الأضحية يقدم النذر، لأن النذر واجب والأضحية سنة. هيشوف إيه اللي لازم أيهما أكثر حتما، النذر أوجب من الأضحية لأن الأضحية سنة. والعقيقة على المولود مستحبة. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ إن في الأضحية في العقيقة أسرف فيها رجلين، الحسن البصري قال بدعة، واخد بالك، والليث قال إنها واجب. العقيقة كل العلماء قالوا إنها سنة مؤكدة. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ أسرف فيها فقيهان، الحسن البصري قال بدعة، والليث بن سعد قال واجب. وهي لا هي واجبة ولا بدعة، ده هي مستحبة بالإجماع. شفت بقى؟ والعقيقة على المولود مستحبة. وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة على المولود يوم سابعه. يبقى تذبح يوم سابعه. طب افرض الواد مات قبل يوم سابع، معلوش عقيقة. الواد اتولد حطوه في العناية في الحضانة وجاء على يوم خامس يوم مات، خلاص ما فيش عقيقة بقى. طب مات عشر يوم، في عقيقة لأنه عدى السابع، عدى السابع. واضح؟ يبقى هي امتى تلزمه على الاستحباب مش تلزمه وجوبا؟ لو كان عدى سبعة ايام، اي يوم سابع ولادتي، ويحسب يوم الولادة من السبع. يبقى اتولد الجمعة احسب الجمعة، اتولد السبت احسب السبت، بحسب ايه؟ من يوم ولادته. ولو مات المولود قبل السابع ولا تفوت بالتأخير بعده، ولا تفوت ايه؟ بالتأخير بعده. في بعض العلماء قالك لو مات قبل السابع طالما اتولد حي حبيت تعمل العقيقة مش ممنوع، اعمل ما يجراش حاجة. لكن الراجح لو مات قبل سبعي معلوش حاجة. ولا تفوت بالتأخير بعده. طب افرض اتأخر سبع يوم عدة، فإن أخرت للبلوغ سقط حكمها، يعني لا أن يؤخرها إلى ما قبل البلوغ. الولد بلغ بقى، خلاص بقت العقيقة في رقبته هو، حب يعملها لنفسه يعملها، ما حبش ما يعملهاش، لكن ما بينش في رقبة أبوه. فإن أخرت البلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود اللي هو إيه؟ الوالد. أما هو اللي هو الذي إيه؟ مسؤول عن نفسه بقى بعد طالما بلغ، فهو مخير في العاق عن نفسه والترك. ويذبح عن الغلام شاتان، ويذبح عن الجارية شاة. وقال بعضهم، وفي روايات عن النبي ان الذكر كالأنثى شاة وشاة، في روايات كده وفي روايات. يبقى الانسان اللي هو ما يقدرش يجيب للذكر اتنين ويقدر يجيب واحد يبقى يعق برضه ويعمل عقيقة بواحد، ما يجراش حاجة حسب قدرته المالية يعني. قال طب وليه قالوا للشاء اقل، الجارية اقل من الذكر؟ قال لان فرحة العرب بالذكر اكتر من فرحته ايه؟ بالانثى في الولادة. فطالما ربنا فرحك قوي يبقى فرح الفقراء قوي وكتر لهم الاكل بقى على قد ما ربنا يفرحك تفرح، واحسن كما احسن الله اليك. واضح؟ فاذا فرحت قوي فرح الفقراء قوي، فرحت نص نص فرحهم نص نص. هي المسألة على كده، ليه؟ مقابل قاعدة القرآن وأحسن كما أحسن الله إليك. ويذبح عن الغلام شاتان، ويذبح عن الجارية شات. قال بعضهم أما الخنثى
طب اتولد العيل مش عارفينه ذكر ولا انثى، عنده لخبطه كده في الجهاز التناسلي مش عارفينه ذكر ولا انثى، فيحتمل الحاقه بالغلام او بالجاريه. فلو بانت ذكورته امر بالتدارك وتتعدد العقيقه بتعدد الاولاد. مراته ما شاء الله جابت له ثلاثه في بطن واحده، ثلاث ذكور في بطن واحده، يبقى عليه ست رؤوس تتعدد ايه؟ بتعدد الاولاد. جابت له ذكر وانثى يبقى عليه ثلاث رؤوس، اتنين وواحد، وهكذا على حسب بقى ايه ما مراته بتعمل فيه. يبقى تتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. ويطعم العاق من العقيقة. يفرض خلف سبع بنات، ممكن يجيب لهم جمل يذبحوا عن السبع، لأن الجمل يجزى عن سبع، أو يجيب لهم بقرة ويذبحهم عن السبع، فهاش إشكال دي. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، فيطبخها بحلو ويهدي منها للفقراء والمساكين. الفرق بين العقيقة وبين الأضحية أن العقيقة يستحب أنك توزعها مطبوخة، والأضحية توزعها نيئة. طب لو وزع الأضحية العقيقة نيئة كالأضحية يجوز له، ولكن المستحب أن يطبخها. ومستحب كمان في العقيقة أنك ما تكسرش عظمها، تخلي الايه الجزار يشفيها من غير ما يكسر عظمها، تيمنا بسلامه عظام المولود. واضح؟ كل دي على سبيل الاستحباب. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، فيطبخها بحلو ويهدي منها الفقراء والمساكين، ولا يتخذها دعوة، يعني ما يعملهاش دعوة يدعو فيها بس الايه الاغنياء بس ورايبه بس، لا، يعني يطعم فيها الناس كلها مفتوحة، ولا يكسر عظمها. واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها والأكل منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأضحية. عشان كده وجبها على الأضحية، عشان إيه؟ هي تشبيها في كل ده، في السن والوصف وكل حاجة. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، وأن يقام في أذنه اليسر، ودي مشهورة كل المصريين عارفينها، لكن السنة اللي بعد كده اللي التحنيك ما يعرفهاش المصريين. المصريين قليل منهم اللي يعرف سنة التحنيك، لكن تلاقي كل بلاد المسلمين يعرفوا التحنيك إلا المصريين ما يعرفش ليه. وأن يحنك المولود بتمر، يعني إيه؟ يعني تاخد ابنك، إذا كنت أنت من أهل القرآن وحافظ قرآن كده وراجل صالح، تاخد تمرة تمضغها، وبعد ما تختلط بريقك تاخدها مع ريقك وتمسح بيها فم الايه المولود، عشان اول ما يطعم يطعم التمر لانه حلو يديله طاقه، ويطعم كمان ريق اهل القران يوم يحصل له بركه، لان اهل القران طول النهار قاعد بيحرك لسانه بالقران، فالريق اللي بيتولد ده من حركه اللسان والقراءه ده ريق مبارك تولد من ذكر الله. فهم؟ فكانه بالظبط بيزيق التمر حتى يذوق بها حلاوة الإيمان، ويختلط بريق الصالحين حتى يدخل جوفه إيه الريق المتولد من قراءة القرآن وذكر الله. عشان كده تعرف الناس أن ياخدوا المولود لواحد صالح وراجل ولي وراجل حافظ قرآن يحنكه، إن كان أبوه فيه هذه الصفات يعملها، إذا كان جده فيه هذه الصفات يروح لجده، وهكذا. وأن يحنك المولود بتمر، فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى الجوف، فإن لم يوجد تمر فرطب، وإلا فأي شيء حلو بقى. وأن يسمى يوم سابع ولادته، تسميه يوم السابع. طب ممكن تسميه قبل يوم السابع، يجوز، ويجوز تسميته قبل السابع وبعده، ولو مات المولود قبل السابع سنة تسميته أيضا. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب السبق والرمي الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.